اوكي، اذا تكمل في تشابتر 6. طبعا اليوم راح نعطي نهاية تشابتر 6، وهو موضوع اللي هو الايرور اناليسيز، وكيف نطلع الاوبتيمال ستيب سايز في عمل الابروكسيميشنز للديريفاتيفز. فبس عشان نراجع مع بعض شو كنا نعمل، خليني اعمل لكم شير سكرين للديفرنس فورمولاز. فاذا تتذكروا المحاضرة اللي فاتت طبعا اشتقينا الديفرنس فورمولاز واشتقينا ترانكيشن ايرور لكل واحد فيهم، وبالتالي كنا نحكي عن الديفرنس فورمولاز للمشتقة الأولى عند اكس 0، وكنا في عندنا أربع ديفرنس فورمولاز، منهم ثنتين سنترال وواحد فورورد والثاني باكورد. كل سنترال فورمولا، كل ديفرنس فورمولا في عندنا ابروكسيميشن اما بيكون للمشتقه الاولى او للمشتقه الثانيه، مثل هون مثلا في عندنا كمان اربع ديفرنس فورمولاز للمشتقه الثانيه، كمان في عندنا ثنتين سنترال وواحد فورورد وواحد باكورد. كل ديفرنس فورمولا في عندك الجزء الابروكسيميشن والجزء الثاني اللي هو ترانكيشن ايرور. فاذا بنلاحظ دائما ترانكيشن ايرور للباكورد والفورورد از ذا سيم. هلا المحاضرة اللي فاتت اشتقينا مع بعض كيف منين اجت هاي الديفرنس فورمولاز، واشتقينا مع بعض ايضا الترانكيشن ايرور. هلا اليوم بدنا نعمل اناليسيز اكثر شوي لموضوع ترانكيشن ايرور، وبالتالي راح نشوف مع بعض انه الايرور عندنا هون راح يكون ايش التوتال ايرور لاي ديفرنس فورمولا، لاي ديفرنس فورمولاز اللي شفناهم هذول، سواء في تقريب المشتقه الاولى او في تقريب المشتقه الثانيه. هاي الديفرنس فورمولا التوتال ايرور فيها راح يكون جزئين، الجزء الاول بنسميه راوند اوف ايرور، والجزء الثاني هو ترانكيشن ايرور. الترانكيشن ايرور هو الجزء اللي كان موجود مع الديفرنس فورمولا، بمعنى لو رجعنا للديفرنس فورمولاز اللي هون، هذا الجزء اللي هون هذا بنسميه ترانكيشن ايرور. اذا بتلاحظوا هاي مكتوب هون ترانكيشن، سو This is the truncation error. هذا الجزء الأول من الايرور. إذا الايرور ممكن يجي من هون. تمام؟ هذا كله بنسميه truncation error، سواء في تقريب المشتقة الأولى أو في تقريب المشتقة الثانية، نفس الحاجة، الجزء اللي هون بنسميه truncation error. هلا الجزء الثاني من الايرور مين بطوله؟ بطوله من الـ difference formula itself. من هون هلا رح نفرجيك كيف بنطول الجزء الثاني من الايرور اللي بنسميه round of error. إذا إذا بنرجع هلا على درس اليوم، راح نلاقي التوتال ايرور هو عبارة عن جزئين، الجزء الأول بنسميه راوند اوف ايرور، والجزء الثاني اللي هو كان موجود بالديفرنس فورمولا أصلا اللي هو ترانكيشن ايرور. والترانكيشن ايرور لما اشتقناه إذا بتتذكروا كنا بيعتمد على طبيعة الفانكشن اللي بده يطلع المشتقة عنده، عمل له ابروكسيميشن، وبيعتمد أيضا على ستيب سايز اتش. يعني إذا بتلاحظوا طلع كيف، ليش الترانكيشن ايرور بيعتمد على اف و اتش؟ هيو اذا بنرجع على النوتس هون، اي ترانكيشن ايرور بتشوفه، اي ترانكيشن ايرور هون بالديفرنس فورمولا واضح انه بيعتمد على اتش، وواضح ايضا بيعتمد على الفانكشن اف، لانه بدي اروح انا ايش اطلع اف سوبر 4 مثلا هون عند السي، هون نفس الحاجه بتطلع اف سوبر 4 عند السي، هون اف سوبر 6. اذا بيعتمد على الفانكشن تبعنا كيف شكل الفانكشن اف، وايضا بيعتمد على ستيب سايز. اذا التوتال ايرور بالتاكيد راح يعتمد على مين؟ على اتش واف از ويل. ف اذا بتلاحظوا ايضا الراوند اوف ايرور راح يكون نفس الحاجه، بيعتمد على مين؟ على الفانكشن اف وعلى ستيب سايز اتش. درس اليوم راح نتعلم كيف نطلع افضل ستيب سايز اللي بتعمل لك مينيمايزيشن للتوتال ايرور. هلا بس عشان نعمل مراجعه مع بعض على السريع ونعرف من وين بيجي بالضبط الراوند اوف ايرور، احنا بنعرف إذا بتتذكروا من إنه F sub K هو عبارة عن Y K زائد E K، بمعنى أنا بستخدم مثلا Y K فأعمل approximation ل F ال K وبطلع معك error بنسميه E K، هذا هو اللي بسبب ال round of error. يعني باختصار إذا بتتذكروا مثلا F 0 بعمل له approximation من خلال Y 0، الزوج المرتب x0 y0، وبالتالي y0 هي بتعمل ابروكسيميشن ل f0 وبطلع معك ايرور بنسميه e0. يعني e0 هو الفرق بينهم، e1 نفس الحاجه الفرق بين f1 و y1، e2 الفرق بين f2 y2، تمام؟ and so on حتى
مثلا f minus 1 بعمل له approximation ب y sub minus 1 والفرق بينهم بنسميه ايش؟ e sub minus 1 وبالتالي هذا هو الجزء اللي له علاقه بال round of error. اذا هلا e0 e1 e2 e minus 1 e minus 2 and all other kind of round of errors are assumed to be less than or equal this value. يعني الماجنتيود لأي واحدة من هذول الـ E0, E1, E-1, E2 and so on is assumed to be H less than or equal 5 ضرب 10 يكون ناقص 10. طبعا بالكتاب تبعنا هاي ريمارك مهمة انه بالكتاب تبعنا نقدر نحكي انه E0 is bounded above by epsilon. epsilon قيمة موجبة صغيرة هيها 5 ضرب 10 يكون سالب 10. نفس الحاجة E1 is bounded above بهاي القيمة and so E2 and so E-1 and so whatever all E sub K in absolute value are bounded by epsilon. So this is an assumption. هلا اللي بدنا نعرفه انه truncation error هذا شفناه قبل شوي طبعا بيعتمد على ايش؟ على any difference formula نحن بنستخدم في تقريب المشتقة الأولى أو المشتقة الثانية. والtruncation error موضوع طبعا احنا شفناه من خلال المحاضرات السابقة. هلأ على فرض أني أنا مثلا بدي أروح أطلع حل درس اليوم أفضل step size H أستخدمها مثلا في التقريب في عمل الابروكسيميشن للمشتقة سواء المشتقة الأولى أو المشتقة الثانية. فهي مكتوب هون مثلا to find the optimal step size H for a given difference formula we differentiate the total error بالنسبة ل H و بنطلع للكريتيكال بوينت. يعني كيف بدك تعمل ماكسمايزيشن او مينيمايزيشن لفانكشن مينيمايزيشن بتشتق وبتسفر والكريتيكال بوينتس بتفحصهم بتشوف انه بتعطيك المينيمم فيهم. فهذا هو بيسكلي درس اليوم. فاللي بدي احكيه هلا لو بس نعمل شير للنوتس تبعونا نحن بنعرف انه المحاضرات اللي فاتت مثلا اذا بدنا نعمل مثلا approximation معين طبعا انا عندي هاي x0 مثلا وبدي اقسم الفتره اللي عندي. السؤال اللي بيطرح نفسه كيف اقسم؟ هل اقسم بهاي الصوره مثلا هاي x1 هاي x-1 هاي x2 هاي x-2 and so on بهاي الصوره وهيك هاي الصوره ولا اقسم بهاي الصوره مثلا هاي x0 و أبلش أقسم هيك مثلا أجي أحكي أنا بدي X1 هون وهي مثلا X-1. لاحظوا في فرق طبعا في التقسيم هاي X2 هاي X-2. So بضلك مكمل بهاي الصورة من هون بهاي الصورة بضلك مكمل بهاي الصورة. فالفكرة إنه هون الـ H راح تكبر أكبر مثلا هاي مثلا H2 نفسها المسافة بين النودز وهون راح تكون عندك المسافة مثلا H1 كويس. هلا واضح انه مثلا هون H2 اكبر من H1. طبعا في كثير طرق للتقسيم. السؤال شو هي احسن H استخدمها في التقريب؟ So question the question تبعنا what is the optimal H بنسميها مثلا H star that minimize اللي هو total error اللي هو error total اللي بيعتمد على الفانكشن f و h. فبروح على total error بشتقه بسفره بطلع h star وتأكد انها تعطي المينيمم. So this is basically what we are going to do today. Okay تمام. اذا خلينا نشوف مع بعض مثلا example نراجع مع بعض كيف كنا نشتغل على difference formula. هذا الاكزامبل بدي اسميه مثلا example star راح اضل ارجع له. فعلى فرض انه في عندي function sign وبدي اعمل estimation للمشتقة الاولى مثلا عند الواحد. فاذا بدي اعمل تقريب للمشتقه الاولى عند الواحد بدنا نشوف اني ديفرنس فورمولا نستخدم. فانا هون بدي استخدم مثلا السنترال ديفرنس فورمولا اوف اوردر او اتش تربيع. اوكي واول حاجه بدي استخدم مثلا اتش 1 بالمية بعدين شو استخدم اتش 1 بالالف بعدين شو استخدم اتش 1 بالعشرة آلاف واعمل مقارنه بالقيمه الحقيقيه. طبعا شو القيمة الحقيقية؟ أنا عندك هي f الـ x راح أطلع المشتقة عند الواحد.
فالترو فاليو انه بطلع المشتقه اللي هي الكوساين وبعوض فيها الواحد طبعا راديان، بتطلع معك هاي القيمه الحقيقيه المبروزه بالاحمر هون. بس هلا انا بدي اعمل استيميشن باستخدام ديفرنت ستيب سايز. واضح انه كل ما بتقلل اتش المفروض الايرور يكون اقل لانه بيكون التقريب ادق. فمثلا بدي اروح اكتب هلا سنترال ديفرنس فورمولا اوف اوردر اتش 2، هيها بجيبها من الجدول تمام. بعدين ايش انا عندي؟ اكس 0 قديش؟ 1. هيا اكس 0 1 من هون، وبدي ابلش هلا مثلا ب اتش 1%، فهي اتش 1% بحط هون 1%، وعندك اكس 0 1، فبصير عندك 1 زائد 1% اللي هي 1 و1%، بعدين ايش 1 ناقص 1% 99%، وعلى 2 اتش اللي هي 2 في 1%، تعويض مباشر. هلا باخذ الاكس وبروح بعوضها وين؟ في الفانكشن تبعنا اللي هو الساين. فبروح بطلع الساين الواحد وواحد في المية ناقص ساين 99% وبقسم على 2%، بطلع معي الجواب هذا اللي هون، طبعا باستخدام ستيب سايز 1%. فلاحظ انه اول خانتين ثلاث نفس الحاجة، هيهم اول ثلاث خانات نفس الحاجة، بعدين ايش بصير يتغيروا الارقام؟ لاحظ. اوكي، بس هلا اذا بستخدم مثلا اتش ادق شوي اصغر شوي اللي هي 1 بالألف، ساعتها التقريب المشتقة الأولى عند الواحد باستخدام اتش يساوي 1 بالألف. اوكي، بروح على الواحد بجمع له 1 بالألف وبطرح منه 1 بالألف وبقسم على 2 مضروب في 1 بالألف، تطبيق مباشر على Central Difference Formula of Order H2. ساعتها بروح بعوض هلا الصورة الأولى والصورة الثانية وبطلع الجواب وبقسم على الناتج، بطلع معك تقريب آخر للمشتقة الأولى عند الواحد. إذا بقارنها مع القيمة الحقيقية لاحظ إنه هلا صار عندك تقريبا أول 1 2 3 4 5 أول 6 إيش خانات مطابقات لمين؟ للقيمة الحقيقية. فواضح إنه الإيرور هلا عمله بقل. نفس الحاجة إذا بروح مثلا بطلع اتش 1 بال10,000 بعتمدها، بعمل نفس التقريب، ساعتها راح يعطيك القيمة الحقيقية. إذا بتلاحظوا طلع راح يعطيك تقريبا كل الديجيتس تمام almost. فبهي الحالة أنا مسمي هاي الاتش طبعا هي ايش؟ الاوبتيمال، ولأنها بتعطي تقريبا ايش؟ زيرو ايرور. السؤال، في داعي استخدم مثلا اتش تساوي 1 في 100,000؟ نو، لأنه اوريدي اتش 1 بال10,000 تقريبا اعطتك ايش؟ زيرو ايرور، وبالتالي هاي هي بسميها الاوبتيمال. السؤال اللي بطرح نفسه، بقدر اطلع حل الاوبتيمال هاي بطريقه اسرع؟ خلينا نشوف مع بعض. فمثلا لو جينا نعمل التالي، example find the optimal step size h اللي بستخدمها في تقريب المشتقة الأولى عند x0 باستخدام central difference formula of order h2. إذا بشكل عام أنا في عندي central difference formula of order h2 بدي استخدمها في تقريب المشتقة الأولى بشكل عام، بدي أروح أطلع أفضل step size h. اوكي، شو بيجي بعمل هلا؟ بدي اروح اشتق التوتال ايرور. هلا عشان اطلع التوتال ايرور شو بسوي؟ بجيب السنترال ديفرنس فورمولا اوف اوردر اتش 2، وانا بعرف اصلا اللي هون بنسميه ترانكيشن ايرور، هي الترانكيشن ايرور اللي بيكون موجود وين؟ بالديفرنس فورمولا. بعدين اف اكس 0 بلس اتش نحن بنسميه اف 1، واف اكس 0 ماينس اتش نحن بنسميه اف ماينس 1. ومثل ما حكيت قبل شوي انه اف 1 هو عباره عن واي 1 زائد اي 1، و F-1 هو عبارة عن Y-1 زائد E-1. من وين يجوا هدول؟ من هون، هيهم حسب تعريف الـ Round of Error، من هون تعويض مباشر. هلا بعدها شو بنعمل؟ بيجي أنا Truncation Error اللي عندي هون جاهز، Truncation Error هلا بضل علي أطلع من وين؟ أطلع من هون اللي هو Round of Error. فشو بسوي؟ بفصل. كيف يعني بفصل؟ بعمل التالي. هلا شو بسوي؟ بيجي بفصل، بخلي بدي افصل اخلي اي 1 واي ماينس 1 لحالهم. فشو بعمل؟ اذا بتلاحظوا هون هاي واي 1 ناقص واي ماينس 1 عاطين اتش لحالهم، بعدين ايش بتجيب الاي 1 والماينس اي ماينس 1 لحالهم. هلا هذول تقسيم 2 اتش، هذول بسميهم راوند اوف ايرور، وانا في عندي هون ترانكيشن ايرور، فهذول مجموعهم مع بعض
بسميهم الراوند، بسميهم التوتال ايرور. اوكي، بعدها شو بعمل؟ انا اللي معني فيه توتال ايرور، فبروح بجيبهم، هاي اللي هو الراوند زائد الترانكيشن، هاي الراوند زائد الترانكيشن، فبجمعهم مع بعض، فهذا هو اسمه ايش؟ التوتال ايرور. هلا بدي استخدم الخاصيه المهمه اللي هون، انه اي ايرور ان ابسولوت فاليو هو اقل من ايبسلون، فباخذ القيمه المطلقه للطرفين، دائما هيك بعمل، فبيجي باخذ القيمه المطلقه للطرفين، فهي اخذت القيمه المطلقه للطرفين. طبعا هون بدنا نراعي تريانجل انيكواليتي. شو يعني تريانجل انيكواليتي؟ انه دائما يا جماعه القيمه المطلقه ل A زائد B هي اقل او تساوي القيمه المطلقه ل A زائد القيمه المطلقه ل B، هاي بنسميها ايش؟ تريانجل انيكواليتي. وبنستخدمها كثير. ف بنرجع هلا ونشوف شو بصير معنا. طبعا لما ناخذ القيمه المطلقه للشمال بصير اقل او يساوي حسب التريانجل انيكواليتي من القيمه المطلقه لكل واحد فيهم. اوكي، بس انا بعرف انه اي1 ناقص اي2 كل واحد فيهم اي1 اقل من ايبسلون وهي اقل من ايبسلون، فبيجي بحط طبعا انا كمان موزع هون القيمه المطلقه زي ما انتم شايفين حسب التريانجل، يعني مطبق التريانجل انيكواليتي كمان مره هون. تمام، بعدين حكيت انه اي1 هي اقل من ايبسلون باستخدام الريمارك اللي شفناها، وكمان اي ماينس 1 هي اقل من ايبسلون، سو هاي ماينس 1 اللي هون يعني ماينس 1 هون. اوكي، ف بهي الطريقه شو بعمل؟ هاي اي1 اقل من ايبسلون، اي ماينس 1 اقل من ايبسلون. هلا المشتقه الثالثه عند سي اذا بتتذكروا هاي عباره عن ايش؟ بقدر احط لها باوند اباف باستخدام ام 3. طبعا شو هي ام 3؟ نتذكر مع بعض شو هي ام 3. لاحظوا هاي ام 3 اذا بتتذكروا يا جماعه في درس 4.4، اذا بتتذكروا في درس 4.4 اللي كان اسمه الايرور تيرم ومع الابر باوند اند ابر باوند، كان عندنا كنا معتمدين من خلال النظريه الاشياء التاليه، كنا معتمدين الامور التاليه. اول حاجه من خلال النظريه كيف نطلع ام 2، فانا بدي اجي احكي هنا مثلا اول قاعده اللي هي لام 2، فام 2 كان هو عباره عن اذا بتتذكروا الماكسيمم للقيمه المطلقه للمشتقه الثانيه لاكس على الفتره اللي فيها نقطتين x اكبر او يساوي من x0 اذا بتتذكروا، اقل او يساوي x1، بمعنى انا كان عندي فقط هون ايش؟ x0 x1 نقطتين. و اذا بتتذكروا ايضا كان عندي اللي هو الايرور تيرم هو عباره عن ايش؟ x minus x0 في x minus x1 على 2 فاكتوريال مضروب في المشتقه الثانيه ايش؟ المشتقه الثانيه ل C. هذا هو اللي تعلمناه في سكشن 4.4. فلما يكون في عندنا فقط ايش؟ نقطتين. هلا لما يكون عندنا مثلا ثلاث نقاط، لما يكون عندنا مثلا الكيس الثاني عشان هذول راح اذكرهم اليوم، لما يكون عندنا ثلاث نقاط بصير عندي ام 3 اللي هو عباره عن الماكسيمم للمشتقه الثالثه، فهي الحاله بيكون في عندي نقطتين بتبلش من عند اكس 0 وبنخلص من عند اكس 2. فهي الحالة بيكون عندك كالتالي، هاي x0 هاي x1 وهاي x2، وفي الحالة بيكون عندك اللي هو الايرور تيرم هو عبارة عن x minus x0 x minus x1 x minus x2، والمشتقة بيكون عندك f مشتقة الثالثة لc على 3 فاكتوريال. تطبيق مباشر. واخر حاجة اللي هي لما بيكون في عندنا اللي هو أربع نقاط، وبالتالي بيكون عندك هون M4 هو عبارة عن الماكسيمم للمشتقة الرابعة بشكل عام في الفترة اللي فيها أربع نقاط، بتبلش من عند X0 وبتخلص عند إيش؟ X3. ساعتها في هاي الحالة بيكون عندك هون X0 هون X1 هون X2 وهون إيش؟ X3، أربع نقاط. وبيكون الايرور تيرم عندنا هون في هاي الحالة إذا بتتذكروا الايرور تيرم هون بيكون عندك هو عبارة عن فرق السينات x minus x0
في x minus x1 في x minus x2 في x minus x3 في f super 4 عند c على ايش؟ على 4 فاكتوريال. فنحن هلا صار معروف عندنا شو هي ام 3 وام 2 وام 1 and so on. فهي تذكير لكم زي مراجعه حتى نقدر نمشي الدرس اليوم. تمام، اذا انا هلا بيجي بحكي انه المشتقه 3 ل c is bounded by m 3 bounded above طبعا، وبالتالي بدل هلا اكتشف انه انا وصلت في النهايه لهذا الابر باوند. هلا هذا الابر باوند يا جماعه بدل هلا اجمع ايبسلون زائد ايبسلون هو عباره عن 2 ايبسلون، 2 ايبسلون على 2 بضل عندك ايبسلون على اتش، اذا هاي الكميه صفت ايش؟ ايبسلون على اتش، وهي عندك هاي الكميه. هلا هذا الفانكشن اللي هون يعني التوتال ايرور ان ابسولوت فاليو هو از باوند اباف من خلال هذا الفانكشن اللي انا بسميه 5 اتش. فهلا 5 اتش بدي اروح اشتقه واسفره واطلع الكريتيكال بوينت اللي بسميها اتش ستار. فلما اشتق هلا بالنسبه لاتش طبعا هاي مشتقتها سالب ايبسلون على اتش تربيع، لما تشتق هون بالنسبه لاتش 2 اتش، ف2 مع 6 بضل 3 فيساوي 0. بخلي هلا اتش موضوع القانون، هاي ضرب تبادلي مثلا، بخلي اتش موضوع القانون بظبط وبستنتج انه اس ستار هي عباره عن 3 ايبسلون على ام 3 الكل تو ذا باور ثلث. فهي هي افضل اتش ستار بتعمل لك مينيمايزيشن لمين؟ للايرور. السؤال ليش بتعمل مينيمايزيشن للتوتال ايرور؟ لانها هي عباره عن كريتيكال بوينت ل 5 اتش، واذا بتروح تشتق المشتقه الثانيه، طبعا احنا طلعنا المشتقه الاولى، اذا بتشتق المشتقه الثانيه بتطلع موجبه عند اتش ستار. بمعنى خلينا افرجيكم كيف، لانه احنا بدنا نعمل مينيمايزيشن لازم حسب المينيمايزيشن لازم لما نشتق المشتقه الثانيه تطلع موجب. وبالتالي نتذكر مع بعض شو اللي عملناه، نحن عملنا كالتالي، أنا في عندي الاقتران 5H هو عبارة عن إبسلون على H بلس H تربيع M3 على 6. فشو بدي أسوي هلا؟ بدي أروح اشتقنا مع بعض، طلع الجواب ماينس إبسلون على H تربيع زائد HM3 على 3 وصفرناه، ولما صفرناه طلعنا H ستار تساوي القيمة التالية قوة ثلث. هل هاي القيمة اللي هي عبارة عن ايش؟ طلعنا هل هي عبارة عن 3 ايبسلون ومقسومة على ام 3. وحكينا عنها هاي تعطي مينيمم، ليش؟ لأنه إذا بتروح تشتق كمان مرة، طلع لاحظ أنت أن المشتقة الأولى هي عبارة عن سالب ايبسلون في اتش قوة سالب 2، تمام؟ فهي ام 3 على 3. هلا لما تيجي تطلع كمان مرة المشتقة، لاحظوا أن نعمل تيست باستخدام المشتقة الثانية يعني. فبطلع معك الجواب هون 2 ايبسلون في اتش قوة سالب 3 زائد اشتق بالنسبة لاتش ام 3 على 3. طبعا ام 3 ما انتم بتعرفوا هي موجبة لانها هي تعريف ام 3 ايش؟ تتذكروا شو تعريف ام 3؟ هي عبارة عن الماكسيمم للقيمة المطلقة للمشتقة الثالثة، مظبوط؟ في الفترة بين x0 و x2. فواضح انه هاي ام 3 واضح انها بوزيتيف. وايضا اتش طبعا هي عباره عن 2 ايبسلون على اتش تكي، وهي عباره عن ام 3 على 3، سو كمان ايبسلون موجب وكمان اتش موجب. سو كل هاي المشتقه الثالثه معناته المشتقه الثانيه سوري معناته المشتقه الثانيه عند اتش ستار بالتاكيد راح تطلع معنا ايش؟ موجب. مدام موجب معناته اتش ستار يعني gives ايش؟ تعطي minimum، وبالتالي هذا هو التيست المقصود منه. اذا اللي بتلاحظوا هلا اذا بنرجع على النوتس وبنقدر نستنتج انه هلا بشكل عام كالتالي، انه انا شو سويت هلا هون؟ انا طلعت بشكل عام الاوبتيمال ستيب سايز للسنترال ديفرنس فورمولا اوف اوردر اتش2 اللي بستخدمها في تقريب المشتقه الاولى. هاي هي الملاحظه مهمه. ويا جماعة رح نستنتج كمان شوي إنه الشغل مش صعب، تعويض مباشر، بمعنى إنه من هاي بقدر من هون على السريع، من هون بقدر استنتج التالي على السريع، بقدر استنتج هذول على السريع من هون. كمان شوي رح ناخذ إكزامبل. ف إذا بنرجع هلا لإكزامبل ستار اللي هو اللي هون، هي إكزامبل ستار نحن طلعنا من إكزامبل ستار إنه اتش تساوي 1 بال 10000 هي الأوبتيمال. فبنقدر هلا شو نعمل؟ هيها
نقدر نرجع هلا ل example star ونستنتج التالي. هيو بإكزامبل ستار بدي اروح اطبق هاي القاعده. فانا ابسلون معروفه معي اللي هي 5 ضرب 10 قوه سالب 10، بضل علي بس بدي اروح اطلع ام 3. فام 3 اللي هو تعريفها هيو، بدنا نطلع الماكسيمم للمشتقة الثالثة عند سي. بس أنا عندي الفانكشن تبعي هو ساين، فلما تشتق المشتقة الأولى كوساين والثانية سالب ساين، قيمة مطلقة بدل ساين، وهو بيكون إيش؟ is bounded above by 1، وبالتالي بقدر أعوض هلا إيش؟ 1 بدل ام 3، فبضل عندك الجواب 3 إبسلون قوة ثلث. بعوض محل إبسلون قيمتها وباخذ قوة ثلث، بطلع الجواب التالي. هلا هذا الجواب هو الأوبتيمال ستيب سايز لـ H، يعني بدك تستخدم أنت إيش؟ مش واحد بالالف، لسه في ارقام، فعشان هيك هاي الارقام اكبر من الواحد بالالف، عشان هيك باخذ اللي اصغر منه اللي هو ايش؟ واحد بالعشرة آلاف is better. فانا بقدر استخدم هذا، ولكن الافضل اني استخدم ايش؟ اسهل الحسابات اللي هو واحد بالعشرة آلاف، وبالتالي بسميها الاوبتيمال ستيب سايز. اذا بشكل عام هلا بقدر استنتج انه السنترال ديفرنس فورمولا اللي بستخدمها في تقريب المشتقة الاولى of order H2 راح يكون عندك الاوبتيمال ستيب سايز بهي الصوره. لاحظوا هلا بنفس الطريقه بدنا نطلع ايش؟ فايند ذا اوبتيمال ستيب سايز اتش اللي بستخدمها في تقريب المشتقه الثانيه عند اكس 0 اذا استخدمت سنترال ديفرنس فورمولا اوف اوردر اتش 2. فنفس الحاجه بجيب السنترال ديفرنس فورمولا من الجدول، بفصل بحط محل اف 1 قيمته، اف 0 اف سالب 1. على فكرة من هون بقدر على السريع استنتج هلا شو هو الراوند اف اوف ايرور. فبخلي الاي لحالهم، كل هذول الاي خليهم لحالهم هيهم، والباقي بحطه بالاول لحاله. فهذا بنسميه الراوند اوف ايرور عشان تعرفوا كيف بيطلع. كويس. هلا التوتال ايرور هو مجموعهم، هي التوتال ايرور كل اللي هون، هذا بنسميه توتال ايرور. اوكي، بعدين شو بسوي هلا؟ بقدر اخذ القيمة المطلقة. فالقيمة المطلقة على السريع بحط هون ايش؟ على السريع ايبسلون، طبعا السالب بصير موجب لانه قيمه مطلقه، فبدنا نوزع حسب التريانجل انيكواليتي، بصير عندك القيمه المطلقه للاول زائد القيمه المطلقه للثاني زائد القيمه المطلقه للثالث. فبقدر افصلهم بسرعه، يعني بمعنى ايش؟ هاي بحط محلها ايبسلون، هاي 2 ايبسلون، هاي كمان ايبسلون، فبصفي عندك ايش؟ 4 ايبسلونز بالباص. والمشتقه الرابعه تعرفوا انتم هاي بنسميها is bounded above by m4، فبجمع هذول بصير الجواب 4 ايبسلون. اذا هذا هو الفانكشن تبع ايش؟ phi of h. فبروح بشتق phi of h، بصفر هاي المشتقة، بصفر وبخلي h موضوع القانون، فبطلع معك الاوبتيمال ستيب سايز اللي بستخدمها في تقريب المشتقة الثانية عند x0 باستخدام central difference formula of order h2 is this value. كويس. فهذا ايش؟ مهم. اذا epsilon معروفة اللي هي قيمتها، وبضل عندك m4 اللي هي upper bound للمشتقة الرابعة ايش؟ للفانكشن اف. فطبعا كل difference formula هلا بقدر اطلع لها الاوبتيمال ستيب سايز، طبعا انا بطلع لها كم واحدة منهم، والباقي بمشي بنفس الطريقة. فمثلا لو بدي اعطيك اكزامبل، على فرض انه في عندي هذا الفانكشن اف اوف اكس بيساوي لين، وعندي هاي الفترة اللي هون، ومطلوب منا مثلا نطلع البيست اوبتيمال ستيب سايز اتش في حال استخدمت السنترال ديفرنس فورمولا اوف اوردر اتش 2 في تقريب المشتقه الثانيه. اوكي، هاي القانون بتبقى عارفينه، ايبسلون معروفه، بس بضل عليك ايش؟ تطلع ام 4. فبدي اروح اشتق هلا ايش؟ المشتقه الاولى للين والثانيه والثالثه والرابعه، تمام؟ ومعطيني السؤال الفتره عشان انا بدي اطلع الماكسيموم. فهي المشتقه الرابعه باخذ قيمه مطلقه لها، لما اخذ قيمه مطلقه بروح السالب. ف عشان اطلع اعلى قيمه للمشتقة الرابعه ان ابسولوت فاليو في هاي الفتره، السؤال اعوض اول الفتره ولا اخرها؟ لانه عندك هون اكس بالمقام، فبعوض اول الفتره 0.1 حتى اقدر اطلع، لان 0.5 اكبر من 0.1، وبالتالي بعوض ايش؟ 0.1 لانه عندك اكس في المقام، فبعوض 0.1. 6 تقسيم 0.1 كو 4 بطلع الجواب 60,000. فبرجع على القانون، هاي القانون تبعي 48 ضرب ايبسلون اللي هي 5 ضرب 10 قوة سالب 10، وبنقسم على 60,000 وبناخذ القوة ربع.
فبطلع معك هاي الكمية. إذا H الأوبتيمال ستيب سايز لازم نمشي كل قيمة يعني المسافة بين النودز راح يكون تقريبا اللي هو عبارة عن 8 بالعشرة آلاف تقريبا، بس هي هاي القيمة الحقيقية حسب السؤال، هاي هي القيمة الأوبتيمال ستيب سايز. نفس الطريقة ممكن على السريع مثلا نستنتج التالي، مثلا find the optimal step size h اللي بستخدمها في تقريب مثلا المشتقة الأولى عند x0 باستخدام central difference formula of order h4 لهذا الفانكشن في هاي الفترة. اوكي بروح على الجدول بجيب هاي central difference formula هيها، ونفس الطريقة بيجي هلا بعوض محل f2 f1 f-1 f وبفصل، بس بدل استنتج شفهي طلع كيف، هاي بتعطيك ايبسلون واحدة وهي بتعطيك 8 وهي بتعطيك 8، هي 8 8 16 و1 17 و1 18، هي 18 ايبسلون، شايفين كيف؟ وهي تقسيم 12 اتش، وهي الترانكيشن ايرور الموجود هون، بس محل اف سوبر 5 بدك تحط هون ايش؟ ام 5. فبتقدر تستنتج 5 اتش على السريع هلا. بعدها يعني انا هون مختصر اشياء بسيطه هون هي هون، وبشتق بساوي بالصفر وبطلع الاوبتيمال ستيب سايز بنفس الطريقه. فبهي الصورة مثلا عرفت انا ايش الاوبتيمال ستيب سايز اتش ستار. ساعتها هلا بس ايش ال 45 هو رقم جاهز والاربعه جاهز الابسلون جاهز، بضل عليك تطلع ام ام 5. بدك تروح تشتق خمس مرات الاكسبوننشال هلا، فلما تشتقه خمس مرات هاي الاولى والثانيه والثالثه الخامسه بتطلع نفسها اللي هي عباره عن سالب اي قوى ماينس اكس. باخذ قيمه مطلقه، فلما اخذ قيمه مطلقه بتطلع معك بهي الصوره، بروح السالب بضل عندك اي كو ناقص اكس، فاللي هي عباره عن 1 على اي كو اكس. هلا في الفتره هاي نستنتج انه بما انه الاكس في المقام بنعوض القيمه ايش؟ محل اكس بنعوض 1 لانه اكس في المقام، فتطلع عندك اعلى قيمه للمشتقه الخامسه هي عباره عن 1 على اي اللي هي هاي القيمه، بجيبها وبحطها محل ام 5. اوكي سو هاي عندك 4 مضروبه في ام 5 زي ما انتم شايفين، وباخذ القيمه كلياتها قوة 1 على 5، فبطلع الجواب 2.734 and so on. So this is the optimal step size اللي بنطلعها لهذا السؤال. اوكي. هلا هون في عندنا سؤال يعني العلاقة ب more العلاقة تطبيقات للدرس اللي فات، ولكن راح نحل مع بعض اللي هو عبارة عن التالي. في عندنا نقطتين. So x0 minus 2h x0 plus 3h. فأنا عندي هاي النقطة x0 minus 2h وهي x0 زائد 3h. ليش؟ لأنه هاي النقطة x0 ناقص h، هاي x0، هاي x0 plus h، x0 plus 2h، هاي x0 plus 3h. إذا هاي موقعها x0 ناقص 2h النقطة الأولى، وهي موقع النقطة الثانية. فلما أجي أرتبهم هذول بيجي بحطهم t0 t1 حسب الترتيب. المهم إذا بنستخدم هلا هاي النقطتين عشان نعمل استيميشن لايش؟ للمشتقة الأولى with its truncation error، وأيضا نشوف شو الابروكسيميشن للترانكيشن ايرور باستخدام نيوتنز انتربوليشن. فمثل ما حكيتها تطبيقات على الدرس اللي فات، بمعنى إنه بدي راح أطلع هلا نيوتن بولونوميال، أنا في عندي نقطتين معناته نيوتن بولونوميال راح يكون الدرجة له واحد. ف من الدرجة واحد بستنتج انه P1 حسب نيوتن بولونوميال هو عبارة عن A0 plus A1 في T minus T1. فإذا بطلع مثلا المشتقة عشان أعمل approximation، إذا بطلع المشتقة ل B1 بطلع المشتقة هي فقط A1 اللي هي ال first divided difference اللي هو تعريفها F ل T0 T1، وهو عبارة عن فرق الصادات على فرق السينات، تطبيق مباشر على القانون. هلا بيجي على FT1، هي اف تي 1، تي 1 اللي هي عباره عن ايش؟ اف 3، لان انت عندك هي اكس 0 اكس 1 اكس 2 اكس 3، هي تعريف اكس 3 صح؟ اف 3. واف تي 0 هي تي 0 اللي هي اف لسالب 2، هي اف سالب 2. هلا الفرق بين تي 1 تي 0، هي تي 1 ناقص تي 0 هو عباره عن الفرق بينهم عباره عن 5 اتش، هي 5 اتش. اوكي هلا في التقريب طبعا احنا بنستخدم هاي الفورمولا اللي تعودنا نشوفها انه f بيساوي t1 plus e1، بشتق تمام. هلا بعد ما اشتق بدي اعوض محل t ايش؟ x0، لانه انا بدي اعمل تقريب لمين؟ للمشتقه بشكل عام
عند x0، اذا اللي هي عند t بشكل عام بعوض x0. هلا بروح على e1، اذا بتتذكروا كيف طلنا e1 هيو موجود بالنوتس، يعني كتبناه مع بعض كيف نكتب e1 هيو. e1 شايفين كيف هيو هون، هذا هو e1. بيجي بكتب e1 بدلالة t، فبس اكتب e1 هلا بدلالة t. طبعا حسب القاعدة تبعته بدي اشتقه، لانه انا بطلع المشتقة ل e1، هي المشتقة ل e1، فبشتق بالنسبة ل t. طبعا اللي هون رقم مقسوم على 2 هيو، والاول في مشتقة الثاني زاد الثاني في مشتقة الاول. بعدين ايش بعوض محل t؟ x0. فلما تعوض محل شو بصير عندك؟ t minus t0، فعندك هي t minus t0 هي عبارة عن 2h، فبيجي بحط هون 2h، و t ناقص t1 و t ناقص t1 هي عبارة عن سالب 3h، فبيجي بحط هون سالب 3h. هلا مجموعهم هذول بصفوا سالب h، وبالتالي انا طلعنا مع بعض اللي هو الايرور تيرم. فالايرور تيرم عندي راح يطلع بهي الصورة. هلا بيجي بحكي انا المشتقة بشكل عام، بكتب القانون، هي القانون اللي هون، وطبعا الديفرنس فورمولا هي الديفرنس فورمولا اشتقناها قبل شوي، وبالتالي الديفرنس فورمولا مع الترانكيشن ايرور بيكون جاهز لهذا المثال، اشتقاق بالكامل. وبهي الصورة يا جماعة طبعا بيكون في عنا ايش هلا هون؟ من هنا حل المثال. نفس المثال طبعا كمان طريقة حله، انه بيجي مثلا على x0 بجمع x0 بلس h، x0 بلس 2h. طبعا هاي طريقة أخرى يعني، شايفين كيف؟ وبالتالي بوزع t0 t1 t2 t3 t4 t5 بهي الصورة كمان بتزبط. هلا إذا بدنا نعمل ابروكسيميشن عند x0 معناتها أنا بلزمني هلا t2، بروح بطلع البولينوميال الأول لأنه أنا عندي الديجري واحد. طبعا الفيرست ديفايدد ديفرنس في هاي الحالة راح يكون عندك من t0 ل t5، طبعا هاي طريقة أخرى، هاي أعلى قيمة ناقص أقل قيمة، ربما الطلاب بحبوا هاي الطريقة أكثر وأسهل لهم. هاي فرق الصادات على فرق السينات، وبالتالي هاي طلعنا الديفرنس فورمولا بكل بساطة. هلا لأنه لاحظوا إنه t5 f of t5 هي عبارة عن f الثلاث، لأن هي 0 هي f1 f2 f3. So this is f3 and this is f of minus 2. بعدها تكتب الفورمولاز، طلع المشتقات لإلهم. هلا أنا بدي عندي مشتقة عند x0، x0 تكافئ t2، هيها x0 عند t2، وبالتالي لما عوض t2 يعني كاني معوض ايش؟ x0. نفس الحاجة بتكتب الايرور وبتشتقه، ولما تيجي تعوض عند المشتقة عند x0 هي نفسها عند t2، فلما تعوض محل t هاي t2 بصير عندك t2 ناقص t0 هي 2h، هي عبارة عن 2h، وهي عبارة عن ايش؟ عن سالب 3h، تعويض مباشر، وطلع معنا في هاي الحالة هاي الديفرنس فورمولا، وهذا هو الترانكيشن ايرور. بهاي الصورة يا جماعة we close درس اليوم.